اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. اليوم رح تكون عندنا حلقه مميزه لانه رح نخصصها للاحتفال بعيد المراه العالمي. المراه هالكائن الجبار. المراه اقوى كائن خلقه الله. ديك انتم نحن مفكرين انه نحن رجال ونحن قوية وعضلات ورجال، يعني لك مره بتحط الرجال بجيبتها صغيره. المراه فيها توقع اضخم رجال من دون ما حتى تدق فيه. عرض الفيديو بعد مرة، عرض الفيديو مرة تانية. يا حرام على هالشاب عم يتمرن وقع كمل انه هو قال عم يتمرن مثل الهبيلة. تقعد الام 20 سنة تعمل من ابنها رجال، بتجي بنت بعشرين دقيقة بتعمله اهبل. كل البنات، كل اللي عم بيزقفوا هون معنا كلهم بنات كثير مبسوطين. بالنهاية نحن الرجال أصلاً قدراتنا محدودة وهن البنات يعني أقوى منا، يعني قدراتهم أصلاً أعلى من قدراتنا. طبعاً هذا الكلام أكيد منسوب لإمرأة هي اللي قالت هذا الكلام، ومش أي إمرأة، المذيعة منى العراقي اللي دايماً بتتحفنا بحبها للرجال. والست بشكل عام مخلوق أذكى وقدراته أعلى من الراجل. إحنا الفور جي بالنسبة للراجل، الاتنين جي بس، رامتنا أعلى، البروسيسور بتاعنا أقوى، ومخنا أسرع، معقد أكتر، إحنا أنجح، إمكانياتهم محدودة، مش كسل منهم، مساكين، ده عجز، هو نوكيا 6610 ده، فاكرينه؟ إحنا بقى السمارت فون، آه، يا ستات قدرات الراجل ضعيفة، مش بمزاجه. فما تتخانقيش معاه على انك الند بالند، لا، انت اتخلقتي بعده او يعني فقدراتك فائقه جنبه، فالرحمه بيهم، خدوهم على قد قدراتكم. فاكرينه 6610 نوكيا؟ نحن لك ميرسي على التشبيه، هذا احلى تليفون. انا هذا التليفون بعده عندي لليوم، اخر مره شحنته بال 2014، بعده لليوم في 30% بطاريه. يا سمارت فون انت، وكمان مش عارف رقم التليفون، يعني مش عارف التستوستيرون بالحلقه المقروه، مش عارف ليه ما بتذاكر الحلقه تبعيتي يا اخي. خلص ما بتحب الرجال. منى عندها عيد، لما تحكي عن الرجال بتضيع، ما بتقعد عارفه لا تقرا سكريبت ولا تقرا اوتو كيو، ما بتحبه خي، مش مقتنعه بالرجال. المره اذا في شيء مش مقتنعه فيه نو واي تغير لها رايها. الست بتقعد ساعه بتزيحه للرجال، كيف مبينه كيف مبينه، هو بيقول لها حلوه حلوه، اذا مش مقتنعه انها مبينه حلوه خلص ما مبينه حلوه. شو حبيبه كيف مبينه اليوم؟ حلوة يا حبيبي. عم تكذب علي حبيبي، والله مبينة حلوة. انت عم تقلي ان مبينة حلوة لما تجرحني، يعني والله مبينة حلوة. في وحدة تانية بحياتك؟ بتلاقي وحدة تانية احلى مني؟ ليه ما عتقعني لك قد قبل؟ ليه تغيرت علاقتنا مع بعض؟ يا اخي خلص بحب تحكي وتشارع، بدأ تحكي، لو ما حدا عم يسمع بدأ تحكي. هيك عملت شو اسمها؟ المتحدث باسم الخارجية القطرية بالأمم المتحدة، هيك عملت. شوف The technical mission visited. البعثة التقنية زارت قطر بين 17 نوفمبر 2022 و24 نوفمبر 2022. وما هو مفيد ومهم هو أن الدول المحاصرة التي هي في مجلس التعاون الخليجي قررت ألا ترحب بالبعثة في بلدانها، وبالتالي البعثة بعد انتهائها من رفع التقرير اتصلت بالدول المحاصرة وقالت عليكم أن تدلوا برأيكم، ولكن هذه الدول قررت لا تفعل كذلك. فذلك أطلق ونشر التقرير. بعد أن نشر التقرير الدول المحاصرة قررت أن تشك في نزاهة البعثة. وأنا هتسيبوني في السفرة الطويلة دي لوحدي ولا إيه؟ الحقيقة أنا جمعتكم النهاردة عشان مش عارف أقول لكم أي حاجة. بدي تحكي يا اختي، ما في حدا، بدي احكي، بدي اقول، بدي عندي شيء لازم اقوله ضروري.
بدها تحكي خلص خيي. لو شو ما كان، لو شو ما صار، قد ما جربنا نمزح ونتريق ونتساءل على البنات بضلهم هن القوة العظمى. الست هي القوة العظمى اللي متحكمة باقتصاد العالم. انتو عارفين اذا المرة يوم من الايام وعيت من النوم وقالت انه انا منيحة ما ناقصني شيء، تعرفوا كم شركة عالمية بتأفلس؟ هيك بس صحيت طلعت بالمراية وقالت يي حلوة ما ناقصني شيء، هالجملة فيها انهيار اقتصادي عالمي، مليارات الدولارات بالارض. هي الست بحروف معينة بتخسر مليارات الدولارات. هيك عملت كايلي جينر. كايلي جينر نجمة التلفزيون الواقع بأمريكا، ما بعرف شو يعني نجمة التلفزيون الواقع، بس شكله شيء مهم يعني نجمة التلفزيون الواقع. مثل هيدا حدا بتسأله مثلا انت شو بتشتغل، بيقول لك انفلونسر. إيه انه وين وين مكان، شو بتعمل، كل شيء اخي، انه بس يعني يعني شو يعني انفلونسر، مؤثر. عمين بتأثر؟ على الأمة، على أمك، على الأمة، الأمة العربية. مؤثر. تنرجع على موضوعنا، كايلي جينر نجمة تلفزيون الواقع بأمريكا غردت وقالت هل في حدا غيري ما عم بفوت على سناب شات، شي محزن. بس قالت هيك 66 حرف، 66 حرف كلفوا سناب شات مليار و300 مليون دولار خسارة. خيي شو بدك فيهم للجامعة، عملوا أبديت. طيب ما عجبك الأبديت هيك دغري، عشان بتدخلي، عشان بتحشري، ست حشورة خيي، ست حشورة. ما في رجال يمسك تليفون قدام مرة خيي، بدها تشوف شو مع مين عم تحكي وليه. حشورة بتخلق حشورة من هي وصغيرة، من هي وطفلة بتخلق الست حشورة. حشورة خيي بدها تعرف مع مين عم يحكي. نحن هلا هون عم نمزح وعم نتسلى انه نحن مزعوجين من النسوان او من الست او من المرأة. بالنهايه ما في حدا منا، نحن رجال، ما في اذا اجت مرته او حبيبته طلبت منه هيك طلب بانوثه وبحب وبطريقه معينه، يعني مش بيعمل لها اللي بدها اياه وبيدوب تحت اجريها. عندها خيي يعني المرأة عندها اسلوب، تاخذ اللي بدها اياه من الرجال. المرأة بتاخذ قلب الرجال اذا حبها، بتاخذ معاشه بس يتجوزها، بتاخد ولاده إذا طلقها، بتاخد مرتب التقاعد تبعه إذا مات، وبالآخر بتقلك ما أخذت منه إلا وجع القلب. يلا بريك ونرجع. ورجعنا معكم بعد البريك. بالبريك وصلني خبر انه ايمن اللي بيصور معنا تقارير الشارع كنا عم ندور عليه مش لاقينه، طلع انه استاذ ايمن راح يقدم السي في تبعه بشركه تانية عم بديره استاذ عمرو. الطيور على اشكالها تقع. ايمن بطبيعه الحال اكيد رفض بالانترفيو، وانا كيف عرفت؟ لانه مسؤول كاميرات المراقبه هونيك صديقي وخبرني دغري باللي صار، وانا جبت لكم الفيديو للانترفيو اللي حصلت ما بين ايمن وعمر، وراح اعرض عليكم مباشره على الهواء. مساء الخير. مساء النور. ايه ده، هو حضرتك مصري ومن لبناني؟ يا فرج الله، والله انا قلت ارتحت او ما دخلتش كده، ارتحت سبحان الله. ايه عشان بس ما ضيعش وقت حضرتك، ده السي في بتاعي، ده جزء من السي في بتاعي. انا كنت شغال 5 سنين في شركه، بس هي شركه ما بيقدروش غير الجنس اللطيف، يعني عندهم لبنانيات، سعوديات، ليبيات، مغربيات. حلو قوي. وانا حضرتك فنيت عمري في الفن والتمثيل وحاجات كتير، وفي الاخر رميني في الشارع، انزل يقول لك اعمل تقارير مع الناس وحاجات كده. السي في ده مش كفايه، ده جزء يا فندم، ده جزء. مش يعني، وانا خلص. والله انا هشتغل باي حاجه، اي حاجه حضرتك. ما انت ما تحطش في دماغك ان انت ممكن تشتغل معانا بفلوس، اخرك 500 دولار 400 من بكره يا فندم. 400 من بكره، ما عنديش مشكله. طيب لو في مكان ان شاء الله هيكلموك.
هتكلموني ان شاء الله؟ اه ان شاء الله لو في. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. باي باي. ده سيري مهم جدا ده، يعني في كل الحاجات اللي احنا محتاجينها في الشركه عندنا. حضرتك ممكن تشتغلي في اي قسم انت حباه، ويعني مرتب 1200 دولار بدايه كده كستارت، يعني حضرتك اسبوعين بس وهنزودك مرتب وهنزودك كل حاجه. يعني والسيري ده بجد ده انا هحطه في قلبي جوه. سيري نفسي انا هتهم حضرتك ان تتعيني دلوقتي. شكرا. تستاهل يا ايمن، تستاهل. اولا لانك ظالم، لانه احنا بعمرنا اصلا ما بدينا المرأة على الرجال ببرنامجنا، نحن طول عمرنا من عيم الاثنين بالمثل، عيب. لانه نحن هلا اصلا بكل الاحوال رح نستضيف معنا احلى بنت معنا بالبرنامج، رح تكون اضافه كثير كبيره لبرنامجنا ولحلقتنا، رح تكون هي رح تضيف على حلقتنا هلا خاصه بعيد المرأة. يا شقي مساء الخير. مساء الخير. مين؟ مين؟ سيكوريتي سيكوريتي ايه؟ داوبتهم كده. ايمن؟ ايمن مين؟ والله العظيم يا استاذ توني الولد ده غلبان، والله غلبان وبجد يعني الولد بيطلع عينه طول اليوم في ليه؟ ليه حرام مش كده؟ اوف. الشغل يعني ليه دايما بتفضلوا النساء؟ لا ده انا حتى وانا داخله كده قابلت البنت ملاك بره، قال ايه طبعاً. هعمل انترفيو مع استاذ توني اطيه. يعني ليبيات مغربيات لبنانيات، يعني اعمل ايه؟ يعني انفخ؟ لا يا خي شو بدك اعمل ايه؟ لا يا خي ماشي حبيبي، انت حبيبي شو بدك؟ نفسي في مره اقدم الدخله بتاعه الفوكس بوب. قدم يا خي قدم سكيورتي ما في، قدم معمول اللي بدك اياه. اقدمه؟ قدم اتفضل. ايه الكلمه دي؟ احنا ماشي. احنا حبينا نسال الشارع عن ايه معلش؟ قد ايه بيعتبر المراه؟ خلاص يا استاذ، يعني مش المره اللي هطلع فيها. احنا حبينا نسأل الشارع قد ايه بيعتبر المرأة مهمة في الحياة. خلونا نطلع نسأل ونرجع تاني. هي دي. انا ارتحت خلاص. مش عايزين حاجة تاني؟ ممكن اخد رونا ماشي؟ ميرسي يعني. من وجهة نظرك كده ايه أهمية المرأة في الحياة؟ لا كتير، يعني هي ليها أهمية طبعا. أمنا ست واختنا وحياتنا كلها، ست النص التاني بتاع الدنيا، بس مهمين بغض النظر هم مقرفين وبتوع دوشة يعني، بس مهمين. أهمية المرأة في المجتمع يعني شيء إذا حاجات كتير اللي هي يعني مونتاج ماشي، يعني هي مش مهمة. شكرا. المرأة هي كل حاجة في الحياة، هي الحاجة الحلوة في يعني هي الحته الحنينه كده في البيت، بتكملك في كل حاجه، في شغل، في اطفال، في بيت، في معيشه، في مسؤوليه. النص التاني بتاع اي راجل عامه بتسليك كده وانت ماشي، يعني ما تبقاش ماشي لوحدك كده مع عيال كده، لا بتسليك. هي الام، هي الاخت، هي لو كانت حبيبتك، هي كل حاجه. المراه هي الام، الاخت، الزوجه، البنت، ما تقدرش تغفل روحها يعني. ما اقدرش اقول مين اهم، اقدر اقول لك ان هما بيكملوا بعض، هي شراكه، علاقة شراكة في الدنيا يعني. لولا your mother ما كنتش انت تبقى حاجة، او كنت تبقى هي support دايما للناس او لher children يعني عامة. And she is يعني important factor في المجتمع، لولاها بجد كان في حاجة كتير خربت. انت من غير مرأة عامل ازاي؟ وحيد حزين كده، ما عندكش اي هدف، لكن المرأة بتديك هدف وقوة وطاقة هدف وطاقة. الرجل قائد اول، ان هو بيجيب المصدر لبسته، والست قائد تاني، هي بتربي الاولاد، بتمشي امور البيت بتاعها وبتمشي دنيتها، يعني بتغسل وتكنس وتمسح، يعني ده رايي يعني في ده اخرها. تمسح وتكنس، بدك خدامه حضرتك.
الرجال اللي ما بيعرف قيمة المرة برا المطبخ بده كتير لا يعرف شو يعني مرة. يلا بريك ومنرجع. لولو حادث حادث بالسيارة؟ واو بعت لي فيديو لشوفه. طب بس شو صار؟ قلي كلمتين بس. عمر ضربه؟ عمر ضرب ملاك؟ لا ومصور؟ واو هلأ رح أحضره، هلأ رح أحضره أكيد أكيد. واو يلا 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 عمر عمل حادث السيارة مع ملاك وضربه، خلونا نشوف الفيديو مع بعض. بعدين انا بصراحه مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني، وضايقني جدا اصلا في يا دي النيله على الستات وسواقه الستات. يا دي النيله. انت ازاي تخبطني كده؟ انت ما بتشوفش قدامك؟ مش هصدقني انا عملت حادثه. او ماي جاد بص العربيه بوظتها. انت ما بتشوفش قدامك؟ مش مركز في السواقه اصلا؟ تعرفش السوق؟ بص خبطتني ازاي؟ انت بس بوظت العربيه، لازم يكون في حل دلوقتي، ما ينفعش كده. بص انا ماليش في الكلام ده حضرتك. وبعدين هكلم الشرطه تيجي تعمل محضر شرطه واثبات حاله. ونشوف بقى حق مين من الناس فيه. ماي جاد. انا مستنيكم في نفس العنوان اللي اديته حضرتك. عبد الله على السلامه. الله يسلمك. شفتوا الستات وسواقتهم؟ بص خبطت العربيه ازاي بوظت الاصطدام. شايف بص حضرتك اهم حاجه انت كويس. هو اللي ضربني والله العظيم. ضربت ايه؟ والله بص عامل فيا ايه؟ ما ضربتهاش. حرام عليك ما كلمتهاش. انا واحده ما كلمتهاش حضرتك. لا يا استاذ هنجيب لك حقك. بتجيلك على واحده يا عم ما بدتش ايه قدامي يا عم السرعه العربيه قدامي. هيك بتتبلي عليه للزلمه؟ لا ما تبليتش عليا انا. لا شفنا الفيديو. هو يعني الموضوع انك كان هيطلب البوليس وتبين نص كتانية يعني، وانا بنت بروحي يعني ترضهاش اكيد. انت شخصيا ما ترضهاش فيها صح؟ استفرت فيكي يعني. هو يحاول يدير لي اي حاجه بصراحه يا حبيبي انت. لا 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 ما ينفعش. فانا اخذت حقي يعني، وطبعا الواحد لازم يفكر بعقليه. ملك مدينه مال يا جماعه من ليبيا. اهلا وسهلا فيك. اول شيء بدي اقول لك كل عام وانت بخير وكل عيد مرأة وانت سالمه. وانت بالف خير يا رب. وحلو ان انت تذكرت يعني المراه كل سنه لازم الموضوع هذا تكريما ليها. طبعا هي كل يوم لازم تتكرم بس يعني. طيب ملك فيك تخبرنا شوي عن حقوق المراه بليبيا؟ شو وضع حقوق المراه بليبيا؟ حقوق المراه في ليبيا هو في حقوق بني ادم في ليبيا على خاطر يكون في حقوق مراه يا توني؟ والله مش عارفه شو نقول لك انا. وشوف احنا المواطن نفسها في ليبيا تعبان، فحنجيبوا المرأة وندوروا لها على حقوقها. خلينا بس ناخدوا احنا حقوقنا كبني ادمين وبعدين سهل نشوف الموضوع هذا. طيب بس انا اللي كنت اعرفه او اسمعه انه عادة بليبيا كان المرأة عندها حقوق. كان عندها حقوق، لكن مشكلتنا احنا في ليبيا ان في قوانين موجودة لكن المرأة الليبية ما تعرفش الحقوق متاعتها، بتعرفش ان هو اللي واجب واللي حقوقها اللي ممكن تديرها في البلاد. هذه هي المشكلة. فهمت حاجة ولا ما فهمتش حاجة؟ لا فهمت. عزب الدول العربية كلها يعني انت عم تعتبري انه في تعتيم على قوانين، يعني في قانون موجود بس المرأة ما عم بتطالب بحقها. بالضبط. تعرفش كيف تديرها. احنا عاداتنا وتقاليدنا في ليبيا اكثر ما قوانين ما متواجدة في البلاد يعني. فاما تصير اي مشكلة المرأة الليبية ما تعرفش انه هو لازم تمشي تديرها في المحكمة او المحامي شو المفروض يساعدها، ومع انها هي عندها حقوق يعني حقوق كثيرة جدا لكن مش عارفة كيف تاخدهم يعني. فتمشي اقرب حاجة تقعد تعيط في الحوش شوية وتقعد تحاول انها تاخد حقها بطريقة يعني مبسطة شوية يعني، وفي الاخر ما تاخدهاش.
على امل انه كل امراه عربيه تقدر تاخذ حقوقها وما تكون ابدا مظلومه. بسطنا انه قبلناكي. احنا انا بصراحه مبسوطه جدا، مبسوطه ان شاء الله تكون حلقه يعني للمراه 100%. طبعا هي ترقيها مش تنزلها. بسطنا انه قبلناكي ملاك، مرسي، الى اللقاء. نحن مزحنا اليوم، تسلينا، ضحكنا، وعيدنا المرأة على طريقتنا، بس بالنهاية وقت الجد في كتير رجال كتير بيحبوا نسوانهم وبيعملون كأميرات. حقوق المرأة هي فيها مشكلة بحقوقها المدنية السياسية والقانونية. يعني المرأة اليوم سياسيا ما عندها الوجود اللي بيوازي وجود الرجل على الساحة السياسية، مع أنه ده شيء كتير غلط. في أحلى منا لو هيفا وهبة رئيسة جمهوريتنا؟ أي دولة كانت تخينقت معنا؟ كنا بسلام مع الجميع. قانونيا في مشكلة بالمحاكم. قانونيا اليوم المرأة صعب تاخد حقها بالمحكمة، خاصة بقضايا مثل قضايا التحرش، مثل قضايا الاغتصاب، ومثل قضايا التعنيف، وهذا شيء عيب يكون بعدنا عم نواجهه لهلأ. أما مدنيا بكتير دول عربية مثل لبنان، الست اللبنانية ما فيها تعطي جنسية لابنها. يعني اليوم إذا الست اللبنانية تجوزت من رجال أجنبي، الابن بيطلع أجنبي، بياخد جنسية والده. الأم اللي حامل الجنسية اللبنانية ما فيها تعطيها، ما لها حق. ليه؟ لا يعني شو هالقانون اللي بيمنع الست اللي حامل الجنسية تعطي الجنسية لابنها؟ لأنه الجنسية اللبنانية قليلة عليها، فيدوب هي عطينا إياها إلها، يعني ما فيها تعطيها لحدا؟ نعيب بالنهاية كمان يكون بعده هذا الشيء عم بيصير ببلد بيتغنى بالحرية والديمقراطية مثل لبنان. وتنهي حلقتنا هلأ، بدنا نقدم تحية كتير كبيرة لكل امرأة معنفة ساكتة كرمال ولادها. بدنا نقدم تحية لكل امرأة فعلة بالمجتمع أو حتى فعلة ببيتها. بالنهاية لو قد ما الرجال كبر وعلى ووصل، ما تنسوا أنه وراء كل رجل عظيم امرأة. تصبحوا على خير، وتصبحوا على وطن عربي حر منصف تجاه المرأة.